المغرب، حيث تتزين الأرض بأثوابها المختلفة، يتغنى إقليم أزيلال بطبيعته المتفردة. ففي جماعة تامدان ومرصيد يوجد كل من دوار أفخفاخ ودوار تمكنت. هناك لا يشوش على سكون المكان إلا زقزقات الطيور وأنغام الطبيعة، موسيقى الحياة البدوية البسيطة. وأناس لا يغريهم ترف العالم الآخر ومظاهره الخادعة، ينسجمون مع الهواء النقي للمنطقة وجوها الصافي الذي لا يكدره صخب المدن ولا تلوثها. نحو هذه المنطقة توجهت القافلة مع إشراقة يوم جديد، حاملة في قلوب شبابها الشغف والكثير من الحب، لتنطلق رحلة العطاء والبذل، راغبين في زرع بذور الأمل. رحلة بها من المشقة والعناء ما جعل أصدقائنا الأبطال يبلغون وجهتهم مثقلين بالتعب والإرهاق. إحسان، إيمان، محمد، عثمان، هشام، أيمن، سارة، سامية، أسماء، سعيد، هاجر، دعاء، أروى، محمد، يوسف، محمد، نصيري، نرمين، زينب، ندى، وأمل. فضلوا أن يستمتعوا ويتقاسموا مشاعر البهجة والسرور مع أهالي المنطقة على تراب وطن مشترك وبين ثناياه. لكن ذلك لم ينقص من حماستهم وإقبالهم على مد يد العون شيئا. تمكنوا بعزيمتهم وإصرارهم من تفتيت الهواجس الضخمة إلى عراقيل صغيرة يسهل التغلب عليها. لا 24 أصبحت الألوان تعم المكان وباتت الجدران تنبض بالحياة، كل ذلك لتكون العملية التعليمية داخل هذا الفضاء المزدان بالطفولة أكثر متعة ونجاعة. قام كذلك الشباب بعدد من الأنشطة النوعية المختلفة، حيث عملوا على فرز الملابس وتنظيفها، جمع الكتب والأدوات المدرسية ثم توزيعها على الأطفال. هؤلاء المتطوعون ليسوا أناساً بقوى خارقة، لكنهم أبطال فعلاً، لأنهم تمكنوا من بذل جهدهم وقتهم وصدقهم الكامل في إطار هذا العمل التطوعي الذي يؤطره قانون الحب، دافعهم الأسمى، الإنسانية وروح التضامن العالية. منهم ربط جسر الوصل مع براعم الأمل فتجذب أطراف الحديث معهم،
ومنهم من وجد الفرصة ليتمايل على إيقاعات طفولة مضت، فيشعر وكأنه يستقل آلة تعيد به الزمن سنوات وسنوات إلى الوراء، ليعيش مع الأطفال أحلامهم وأملهم. فكل منهم ورغم صغر سنه لديه طموح كبير وقصة نجاح يريد أن يكون بطلها. رسالتهم في هذه الرحلة المفعمة بالقيم أننا جميعاً قادرون على العطاء ولو بابتسامة صادقة. سميت عزيز، كان أقرب تاني رين ولي حزق العسكري. أنا سفيان، كان أقرب السادس وين ولي أستاذ. أنا سميتي عادل، كان أقرب في الخامس وين ولي مولي. أنا سعيد، كان أقرب السادس وين ولي معلم. أنا عبد الرحيم، كان أقرب في التاسع وين ولي السادس. السياحة التضامنية بذل وتشارك وعطاء.